بسم الله بلبنا وراح كنت مع أمين حلقة جديدة من نوع فكرة إبتي مع قناة دكتور أوجستين عن حاجة ممكن تبان غريبة بالنسبة لنا إحنا كمسيحيين، بس هي فعلا مش غريبة. النهاردة هتكلم في الحلقة دي عن أغنية زفاف نجل نشوى مصطفى. غنت نشوى مصطفى أغنية رائعة جدا كأم، احتلت الأغنية دي ليه في اليوتيوب ترند الأول. هي كانت بتدي توجيهات للعروس، شددت أغنية ضربت التسمة للعروس لأول مرة عليها، حملت الأغنية اتقلدت بشكل طريف النشوة مصطفى للعروس. وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد تهنئة نشوى مصطفى، منهم أنوشكا، ماجد الكتواني، رانيا فريتشاوي، لوكاس ودان، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، إدوارد، دكتور، كمان السيد، معز مجاهر، كل دول حضر. الأغاني في حد ذاتها مش عيب، لو أغاني محترمة ولائقة مفيش نوع من السفر اسمعها، بس في أفضل منها الأغاني الروحية. تفضل طول عمرك بتسمع لحن ولا تفضل طول عمرك بتسمع أغاني، هتعمل موازنة. الحاجة اللي هتمنعك عن توصل لربنا هي الارتباط أيا كانت الحاجة دي. شكرا، نقابلكم في حلقة جديدة مع قناة دكتور.